دكتور خليني أسأل حضرتك برضو حاجة. يعني دلوقتي احنا عارفين انه مرضى القلب ممكن يكون عندهم هذا المرض بسبب الوراثة، طب ايه العوامل الاخرى اللي ممكن تؤدي الى اصابة اي شخص بمرض القلب؟ طب هو نمرة واحد طبعا السمنة، زيادة الوزن هي اكتر حاجة بتؤدي لمشاكل القلب. اولا اللي بيحصل تضخم في عضلة القلب بسبب الوزن الزايد، ارتفاع في ضغط الدم بسبب الوزن الزايد ده برضه بيعمل تضخم في عضله القلب. الوزن الزايد بيزود الكوليسترول الضار اللي هو ال دي ال اللي بيتوصب في شرايين القلب، فممكن يبتدي يعمل اللي هو بيسموها شرايين تاجيه، يعني مشاكل، فيبقى مريض قلب. الضغط العالي على القلب انه يعمل مجهود مع وزن ثقيل، ممكن حتى الصمامات يبتدي يحصل فيها ارتجاع، فدي برضه مشكله حتى في الصمامات بتاعه القلب بسبب السمنه. الحاجه الثانيه السكر طبعا، والسكر دايما وسطنا احنا دول اخوات، فمرض السكر لو ابتدى يجي لحد ويعلى لازم يحرص جدا، علشان قد ده بيبقى عوضه للقلب، لان السكر فعلا بيخلي فيه تصلب في الشرايين، ضيق في الشرايين، فممكن برضه يجي له مرض القلب. فاحنا دايما التغذيه السليمه عشان السمنه والسكر دي اكثر حاجه بتعرضنا لمرض القلب. الاستريس طبعا والضغط العصبي الشديد باستمرار، الناس اللي هي دايما تحت ضغط عصبي دول ممكن يجي لهم ضربات قلب عاليه جدا ويجي لهم مشاكل في القلب. في حاجه بس مهمه جدا للناس الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه، بنقول له لازم تلعب رياضه على كفاءه قلبك. يعني في ناس مثلا عدت السن شويه 45 50 سنه بيستمروا ان هم يروحوا الجيم يشيلوا اوزان ثقيله جدا وبياخدوا مكملات غذائيه معينه علشان خاطر يعني تبدلهم عضلات الجسم. انا طبعا معاهم ان هم يلعبوا رياضه، بس لما تاخد مكملات غذائيه في السن ده مع لعب رياضه عنيفه انت ممكن تعمل زي ما بتضخم عضلات جسمك، ممكن يحصل برضه تضخم في عضله القلب وتبقى مصاب بالقلب. القلب ليه كفاءه معينه. طبعا القلب ليه كفاءه معينه بتبقى مع السن، يعني ما فيش مشكله ان انا العب رياضه، لكن بنقول لو الناس عدت سن 50 بلاش يعني لعب شيل حديد وحاجات ثقيله، لا ممكن بقى تتجه ناحيه السباحه. هل الحزن حاله الاحباط او الدخول في يعني اكتئاب التوتر القلق ده كله ممكن يؤدي الى انه الشخص يصاب بمرض القلب؟ طبعا جدا، لان بيحصل ضيق في الشرايين التاجيه بسبب الاستريس والضغط، ده بيبقى ضغط عصبي، والناس دي بيجي لها نوع من انواع الذبحه، يعني ذبحه عصبيه، ما بيكونش حتى عندهم مشاكل اصلا مثلا في الكوليسترول والكلام ده كله. يعني حتى لو ما عندكش مشاكل في الكوليسترول او ما فيش سمنه ممكن الحزن القلق الاكتئاب يصيبك بمرض القلب طبعا. فما فيش حاجه مستاهله خالص ان احنا نزعل عليها ابدا، لا خالص طبعا. وبنقول الناس حتى دلوقتي يعني في ناس صايمه كتير اليومين دول، طبعا كل سنه طيبه بمناسبه التسع ايام قبل العيد، فبنقول لهم برضه نظموا الاكل بتاعته وما تاكلوش كتير، لان كتير قوي بنلاقي مشاكل بتحصل في القلب في فترات الصيام، يعني في رمضان وغير رمضان، بسبب اضافه الكوليسترول بنسب عاليه في وجبه الفطار، وبسبب قله الميه في الجسم، الجو دلوقتي حر قوي جدا. فلو حد بيتعرض للحر وهو صايم ممكن برضه يحصل له لزوجه عاليه في الدم، ولا قدر الله ممكن تعمل جلطات، مش لازم على طول تبتدي في القلب على فكره، يعني ممكن تبقى في الرجل مثلا وبعد كده تتحرك وتوصل للقلب وتعمل برضه مشاكل في الشرايين التاجيه. فبنقول له شرب ميه كتير جدا اللي صايم دلوقتي، ما تتعرضش للحر علشان خاطر ما يحصلهاش مشكله. طب دكتور بهاء، السمن البلدي ولا الزبده ولا الزيت لو نرتبها كده؟ بصي هو زي ما بيقولوا قولا واحدا، اصل الفتره الاخرانيه دي سمعنا الناس تقول لك السمنه كويسه والزبده كويسه والزيوت وحشه وكده، واجدادنا اتربوا عليها وكل الكلام ده، وده بيقوي القلب وبيقوي الجسم وكده يعني. تمام، احنا لو بعدنا عن العلم يبقى احنا هنضيع. فالكيمياء قالت ايه؟ الكيمياء قالت ان الزيوت دي دهون غير مشبعه، الزيوت النباتيه، وقالت ان السمنه والزبده دي دهون مشبعه، ده علم كيمياء، يعني مش هنقول نظريات اصل فلان عاش كتير وفلان عاش قليل. فالزيوت النباتيه اللي هي الدهون غير المشبعه هي المفيده للصحه، وهي اللي بتقلل الكوليسترول الضار، وهي اللي بتخلي مريض القلب يتحمل مشاكله ويعيش العمر كله. لكن ما بنقول بس الزيت ما يبقاش زيت مهدرج اللي هو بيتعمل السمنه، ومبقاش زيت بيتقلي فنحمر فيه كتير، فبرضه هيبقى فيه مواد مؤكده كتير وممكن تاثر على القلب بتاعنا.
اما بالنسبه للسمنه والزبده فهي دهون مشبعه وهي المصدر الرئيسي للكوليسترول الضار اللي ممكن يقفل لنا شراييننا من كتر اكل السمنه والزبده. حاجه بسيطه، حاجه بسيطه يعني، بلاش نكتر بس حاجه بسيطه. وعايز اقول يعني تعيش سريعا، الله اعلم الناس زمان كانت بتعيش كتير وبتاكل سمنه وزبده لان المجهود بتاعهم كان عالي جدا عن دلوقتي، فاكيد الرياضه دي كانت بتفيدهم في الحته دي. يعني انا بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى هذه النصائح والارشادات المهمه.